مع هذا الفضح الذي تتوقعه سيد عبد المجيد، الحقيقة من خلال الأرقام والتفاصيل والاستناد لهذه المعلومات الدقيقة حول هذه القضايا من خلال هذا الجدول الزمني، خليني أرجع وأقول لحضرتك، هل يستطيع أن يكون هذا التقرير مثل إخفاق العدالة بعد إثبات ما فيه أن يكون بداية لتدوير القضية دوليا؟ أعتقد أننا جد متأخرين إذا قلنا أن هذا بداية تدويل. التدويل متأخرين لا، أنا أقول لأنه لا أستطيع صراحة أن أتحمل مسؤولية هذه الكلمة وأنا في الميدان. أنا عشت القضية منذ بدايتها ومنذ إعلان قراءة بيان الانقلاب. التدويل بدأ من مدة. ماذا تعني قضية السيسي في فرنسا إذا الآن نتحدث عن تدويل؟ متى تكون إذا بماذا نصف قضية السيسي في فرنسا؟ بماذا نصف يعني ما تم أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان؟ جميل أحكام إعدام التي جمدت في 2016، بماذا نصف ذلك العمل؟ أليس بتدويلا؟ لا لا، نحن لن نرخص عمل الحقوقيين وعمل يعني كل 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 يعني حر في 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 الملف المصري حقه، لأن إذا قلنا هذا الكلام فبمعنى أننا هذه سنوات ونحن نعبت في هذه القضية، وصراحة لا وجود للعبث في هذه القضية. هذه أرواح يعني أبرياء، هذه قضية عادلة تبنيناها من أول يوم ودولناها من أول يوم، من أول ما تلي بيان الانقلاب عبرنا عن انتهاك هذا الحق، حق لأن ببيان الانقلاب تم الإجهاض. وهذا المجهود واضح جدا سيد عبد المجيد من يختاره.